الأفضل ونحن الأقرب لتحقيق الانتصار وبإمكاننا نفعل ذلك. قليلا من الضغط سأريحك بعض الشيء لأنه أعرف بأنك تعيش ضغوطات نتيجة التعادل المخيب، لذلك شفنا هذه الفرحة وشفنا هذه الطريقة التي حي بها وحيخ لنوزيتش اللاعب نصير المزراوي. قلت بأن نصير المزراوي لعب 10 مباريات على اعتبار أن هذه مبارته رقم 10 مع المنتخب المغربي. Thank you.